السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كيف حالكم شباب صبايا؟ جينا فيديو جديد وحلقه جديده عن معاك المزرعه. بهذا الفيديو راح تشوفوه تقريبا بنهايه السنه، يعني بكره او اليوم ما بعرف، يكون اخر يوم بالسنه، فلذلك راح نسوي مثل سجل جديد، نفتح يوم جديد او نفتح سنه جديده ان شاء الله. فلذلك اول شيء ان شاء الله ادعوا لنا بلكي نوصل ل 4000 مشترك، اللي صارنا تقريبا شيء 3 اشهر عصيانين بالرقم 3850 اللي حدنا، زيد واحد نقص واحد، زيد واحد نقص واحد. المهم فلذلك اليوم شو راح نعمل بهذا الفيديو؟ شفتوا انتم كنا عم نلعب ماب قديمة، الماب اللي كنا عم نلعب فيها قبل اللي هي هاي، وينها الماب السابق اللي كنا عم نلعب فيها هي انا مليت منها صراحة، وماب قديمة وشوارع كثير قديمة. المهم فقلت خلينا نسوي شيء جديد، فلذلك نزلت اول شيء هذا المود. هلا راح افرجيكم اياه كليته بشكل سريع جدا. وفي المود الثاني، وهذا المود الثاني اللي هو فيه الثلج، يعني في حد الشباب علق لي عن موضوع الثلج. وهذا المود الثالث وهذا المود الرابع، تمام. هاي اربع مودات انا راح احط لكم اياها كلياتها في صندوق الوصف في ملف الاكسل، تمام. هاي اولا. ثانيا راح نسوي ريفيو للاربع مابات هذول ونتفرج عليهم بعد، وبكل ريفيو بكل ماب عم نفرج لكم اياه راح يكون في رقم على الزاويه مكتوب 1 2 3. في نهايه هذا الفيديو بعد ما تخلصوه بتروحوا على المنتدى موجود او تحت صندوق الوصف راح تلاقوا رابط تكبسوا عليه، او اول طريق راح احط لكم اياه مثبت، تكبسوا عليه راح ياخذكم على المنتدى، وهنيك انتوا بتصوتوا على اي ماب بدكم اياها، 1 أو 2 أو 3، راح نبلش فيها ونلعب فيها ونسوي مثل المشاريع الجديده ونشتغل فيها لفتره من الزمن، بعدين نبلش بالماب الثاني او الثالثه او حسب التقييم، او ممكن نسوي ريفيو ثاني، يعني بنشوف شلون نظبطها، تمام. فقلت لازم نحكي لكم كم شغله مهمه قبل ما نبلش اللعبه. اول شيء اذا انت عم بتشوف هذا الفيديو هنا قناه سيلفستر ستريم، روح على قناه الثانيه سيلفستر، راح تشوف في امبارح نزلت فيديو كتير حلو عن تكسير السيارات، وفيديو بكره راح ينزل عن لعبه محاكي، هي تشبه لعبه ريفت اللي تكون انت بتوجد على قارب وتبلش بعدين تجمع شغلات وتسوي قارب كبير ولا شغلات، هي نفس المبدا تماما، بس ولكن هالمره راح تكون انت على في جزيره صغيره، والجزيرة هي تبلشت فيها تبني حياتك وقصتك انه تنزل من الطيارة. المهم رح تشوفوها بكرة ان شاء الله، رح ينزل هذا الفيديو. الموضوع الثاني رح اقولكم عليه جدا مهم، يلي يحب يسألني، لان عم بشوف فيه دايما ناس تسألني 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 اسئلة، تمام. فلذلك اي شيء انتم في بالكم ممكن انكم تسألوني اياه، فالحلقة الجاي رح اتركها حلقة خاصة، رح تكون تقريبا يمكن راس السنة يمكن ان شاء الله، يعني بعد ما انتم تصوتوا انا رح اصور فيديو، بس رح ينزل هذا في يعني بعد 4 أو 5 أيام، تمام. بس الفيديو اللي بعد هذا رح يكون تعليقاتكم انتم على هذا الفيديو خلال 24 ساعة، ايش رح تعلقوا؟ رح اخذ تعليقاتكم اجاوب عليها، مثلا مثل سؤال خليني مثلا كيف انه خليني اسوي التراكتور وراي بتابعني او بيلحقني، مثلا الاسئلة اللي انتم تسألوها باللعبة، او في عندكم اسئلة او استفسارات ممكن تسألوني اياها، تنزل تحت اول تعليق موجود، رح تروح تصوت على الماب اللي انت عاجبتك، وبعد ما بتصوت عليها ترجع للفيديو هاد وبتكتب تعليق او السؤال اللي انت بدك تساله. هاي اول ماب شفتها تماما تماما، هاي نزلنا. طبعا هاي الماب فيها شيء مهم جدا اللي هو اول ما تنزل كثير كبيره، يعني شوفوا هلا وقت انا بمشي طبعا على الماب تبو تحت كثير بطيء، فانا حبيت هذا الشيء بهاي الماب. هاي اول شيء. ثاني شيء اللي هو جدا مهم اللي هو راح اجيكم اياه هون قبل ما ندخل، شوفوا شايفين هذا الخط هون هيك، هذا قطار، تمام. هذا قطار اول، هذا قطار ثاني، هذا قطار ثالث، وهون في قطار رابع، يعني في بهي الماب 4 قطارات، والماب جدا جدا كبيره. يعني رح افرجيكم مثال، يعني شوفوا شايفين هاي الارض اللي هي لما تنزل انت بالديفولت مو الاول الثاني ماب تاخذ هاي الماب تشتغل فيها، هي تعتبر ارض جدا كبيره، تمام. وفي عندك هاي الارض كمان تعتبر جدا كبيره، هن حاطينهم اثنيناتهم هون بهي الماب، تمام. طبعا في كثير اشياء جميله بهي الارض ما رح اقدر اورجيكم اياها كلها، بس شوفوا هاي قطار، قطارين، ثلاثة، أربعة قطارات، بس معداتي جدا قليلة صراحة، يعني المعدات الرئيسية اللي هي تجي تراكتورين وحصادة واحدة بس، ما في شيء ثاني. طبعا خلينا نروح هلق هون على الشوب اللي هو مركز، يعني تعتبر يعني لا بس مو قريبة قريبة كثير، شوف فوق القطار هون، شوف فيها الصورة فيها، أنا حبيت هاي الماب كثير صراحة وشفتها في الموقع الرسمي، فأجيت حملتها، ما هي من المابات الجديدة أبدا. يعني هلا المابات الثانيه رح تشوفوها كلها جدد. طبعا هون انا عم بفكر ايش قلت، انه نترك لكم هاي الماب نلعبها مستقبلا، قلت هاي الماب نلعبها مستقبلا بعد ما نجرب طور الثلج، يعني بصير عندنا هيك تجربه طور الثلج، حنشوف حتى ابنيه ضخمه وفي مدينه هنيك، ويعني شيء جميل جدا بنبسطك. هي مركز البيع هنيك، شوف شلون مثل محطه، هي افرجيكم اياها، هون صايره مثل محطه، شوف القطار من هون وبين القطار من هون، وهي المحطه
عرفتوا شنو يعني ما يعني لعبة مكان جدا جميل ما راح افتل فيها كتير انه بدي نترك وقت فيه هنيك مقلع اشواد. ايوه هون مثل عاملين مثل منطقة اعمال صيانة فالطريق خرب هون هن عم صلحوه تمام يعني هون شيء هيك مثل واقعية اكتر تمام. في هون شيء انا كتير عجبني هذا هون شوفوا شلون شوفوا في هون عندك باخرة موجودة وهون في منارة والماب كبيرة كبيرة شوف فينا هي الأرض هي أتوقع إذا شغلت فيها الحصادات بدها 3 أيام تتخلص. هي هون الماب طبعا ما رح أعملها أكثر ممكن أنتوا رح أترك لكم رابطها تحت بملف الإكسل رح تروحوا تشيكوا عليها وتتفرجوا عليها أكثر إذا عجبتكم الماب تماما. فرح نطلع نحن من هاي الماب نروح ندخل بالماب الثاني. هاي الماب الثانية طبعا الماب الثانية فيها شيء حلو إنه أراضيها كبيرة فأنا حبيت إنه ارشحها شوف مثل الارض رقم 4 جدا جدا كبير 2 3 ومربعات ما هي انها مستطيلات او مقسمه هيك بطريقه خربيطه فحبيت هاي للشغل يعني اذا واحد بده يدخل يلعب بس يشتغل يعني يفرج شلون يحصد وشلون يجمع مصاري يعني مثل هدف ال 100 الف او المليون هم نجيبه بسهوله يعني ما بدك شيء شوف شلون الماب جدا كبير وجدا جميل صراحه يعني مناسب للعمل وهي ما بدها يعني خلص مبين عليكم انه بس الاراضي تبعتها مربعات فانا هذا حبيت فيها ما هي كثير كبيره اوفر ولا هي كثير صغيره يعني تمام. بس هذيك الماب قبل شوي فرجتكم اياها فيها ميزه واحده انه المابات صح صغيره بس هي فعليا كبيره عرفت شلون لان الماب مساحتها كبيره يعني هذيك حجم الماب تقريبا 1 جيجا عرفت شلون فيعتبر كماب ضخم يعني مثل هي 200 ميجا. وبعدين بنشوف تبيت الثلج طبعا تبيت الثلج اول ما رح تنزل فيها ما في ثلج بس يمكن مستقبلا رح ينزل فيها ثلج ما بعرف شلون. هاي الماب اللي حبيته فيها شيء واحد انه عندك معدات كثير شوفوا كم تراكتور عندي تراكتور ثاني شو هذا 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 منشح قبل ما نركبه خالص عطلانة هذا الكب تصليح بده كلهم عاد بدون تصليح نعم منتهيات منيح الحصاده شغاله حلو بس تراكتورين وحصاده بس حصاده كبيره تمام ما في مشكله. طبعا عجبني انا بهي الماب فيها معدات شوي اضافيه يعني شوفوا هون الاراضي ليش هيك الارض هاي ما مشكله ايش هاد اول مره بشوف هون هيك شيء ايش هيك ايش هون يمكن هي هون بيقدر يستفيد واحد فيها مود البناء بس هذا مود البناء ايش هو ما عرفته يعني حاولت ادور عليه في ناس كثير سالتني على مود البناء مود البناء ما عرفت ايش هو يعني حتى عم بفكر اني اروح اشتري النسخه الاديميش الاديكشن هي النسخه الاكبر او التوسيعه الاكبر حتى اشوف اذا في بناء ولا لا بس يعني ما شفت حدا حكى انه في بناء والله ميكينج السجر تمام فهمت هون مكان لقص السجر تمام. طب وش هون مكتوب ساده ما بعرف شو او سد ما بعرف شو هون في منطقة فيش فيرما يعني معمل سمك هون سكر بلان معمل سكر حلو فيها معامل كتير. فالمهم هاي الماب اذا عجبتكم حطونا تحت تعليقكم شايفين الرقم مكتوب تحت على اليسار تمام ما في شيء ثاني خلاص نروح على الماب اللي بعدها. والان وصلنا لاخر ماب اللي هي كانت سبب ترشيح هاي الماب لانه فيها ثلج بس هذا السبب تماما. طبعا مثل ما انكم شايفين هاي الماب يعني هاي مدينة تبعتي هي صغيرة تقريبا تعتبر ما هي كبيرة وفي هنيك شوية وفيها هيك قطع الارض تبعتها صغيرة او ما هي صغيرة يعني تعتبر لا بأس فيها متوسطيا يعني عادية الارض ما هي كتير كبيرة ولا كتير صغيرة بس فيها شغلة انه رح تتلج فوق بس هذا هو السبب اللي رشحها لانها تكون هون موجودة لانه فيها ثلج. فلذلك يكون هون وصلنا نهاية الفيديو بامكانكم شفتوا الارقام الموجودة تحت هون على اليسار يمكن هون على اليسار او هون المهم رح تشوفوا الرقم موجود طالع قدامكم على الشاشة رح تروحوا انتم على اول تعليق بتكبسوا عليه تروحوا بيفتح لكم مثل تصويت بتصوتوا علينا ما بعجبتكم اكثر شيء واعطونا رايكم وان شاء الله بالفيديو مو القادم لانه تبع الاسئلة اللي بعده رح نبلش في الماب اللي انتم رح تختاروها تمام ورح يكون الهدف فيها مو مليون رح نعمل اشياء جديده ما رح اقول مليون لانه ما رح اطمح في مليون لانه المليون ايزي بتجي باربع خمس فيديوهات بنمرق عليهم مثل العالم والناس بنجيبها هي اولا ثانيا ان شاء الله رح الفيديو مو لاحق مو اللي بعد هذا اللي بعده رح تكون فيديوهات كلها من 20 لنص ساعه كلياتها لان الناس كان كثير بدها انه نلعب اكثر تمام. بس شكرا للمشاهده وشكرا لوصلت لهي الثانيه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته باي باي. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وادفع على خدمة الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.